شكرا زميلي أحمد. وهنا لدي من صعيدي من الطاهر فضيلة الشيخ عبد الله المطلق، عضو لجنة كبار العلماء وعضو لجنة الفتية بالمملكة العربية السعودية. فضيلتكم نرحب بكم في هذه الليلة المباركة، وماذا يجب على الحاج في يوم عرفة غدا بإذن الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييك أخي وأحيي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من صعيد منى الذين يرون هذا البرنامج من خلال قناة الجزيرة مباشر. حييهم بتحية الإسلام وأقول لهم نحن الآن في مسيرة الحج التي ستنطلق غدا بإذن الله إلى صعيد عرفات لتقضي أشرف أيام السنة. يوم عرفة أشرف أيام السنة، أقسم الله به في القرآن الكريم، قال: وشاهد ومشهود. هذا اليوم المبارك آخره أفضله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع على الحجاج يوم عرفة فيباهي بهم الملائكة، يقول للملائكة: انظروا إلى عبادي، يعني الحجاج، أتوني شعثا غبرا يرجون مغفرتي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا اليوم هو يوم الدعاء والثناء. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الدعاء هنا هو دعاء الثناء، ودعاء الثناء هو دعاء أهل الجنة. ربنا جل وعلا يقول عن أهل الجنة: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا اليوم المبارك للحجاج منه نصيب، وللمسلمون في أصقاع الدنيا نصيب. أما الحجاج فإنهم بعد أن يصلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا كما صلاها المصطفى صلى الله عليه وسلم، يشرع لهم أن يتوجهوا للثناء والدعاء. وخير ما يشتغل به المسلم من الدعاء هو ذكر الله، نعم الله، وخيره التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وإن أتى بها مكتملة بأن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير، ويأتي ببقية الباقيات الصالحات: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو العزيز الحكيم. ويستحب له أن لا ينسى الذكر المضاعف في هذه الباقيات الصالحات. فيقول مثلا: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله ملء السماء، سبحان الله ملء الأرض، سبحان الله ملء ما بينهما، سبحان الله ملء ما شاء من شيء بعد. ويقول مثل ذلك في الحمد لله: ولا إله إلا الله
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول مثل ذلك، ويكثر من الصلاة والسلام على الحبيب عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في هذا اليوم المبارك، يصلي عليه ويصلي على آله الأطهار وصحابته الأخيار. نعم. ثم يدعو لنفسه، يدعو لنفسه، هذا من أيام الدعاء، من الساعات التي يستجيب الله تعالى فيها للداعين. ثم يدعو لوالديه وهم من أعظم الناس إحسانا إليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو لوالديه ويدعو لأجداده وجداته وأخواله وخالاته وعمامه وعماته، ثم يدعو لذريته ويدعو لإخوانه المسلمين المستضعفين في بلدان العالم، ويدعو لإخوانه المجاهدين الذين يقاتلون دفاعا عن أوطانهم وعن دينهم، ويدعو للمسلمين المحتاجين، فيدعو للأيامى والمطلقات والمسجونين والمرضى على الأسرة من قرابته ومن معارفه ومن عامة المسلمين، يتصدق عليهم، يتصدق عليهم في هذه العشية المباركة بالدعاء. فإن الله جعل مع كل إنسان ملكا من الملائكة إذا دعا لأخيه بظهر الغيب يقول الملك ولك مثل ذلك ولك مثل ذلك. إخوتي في الله، هذا بعض ما أوصي به الحاج. وأوصيهم أن لا يضيعوا هذا اليوم، لأن الشيطان له خطط في إضاعة هذا اليوم. يأتي إلى الحاج فيقول اذهب إلى جبل عرفات، فيذهب ثم يضيع ولا يرجع إلى رفقته، أو يذهب ثم يتعب وينام. وربما أشغل الإنسان بشيء لا خير فيه لتضيع عليه هذه العشية. هذه من مداخل الشيطان. ووصيتي أخرى أيضا لغير الحجاج، النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أرشد غير الحجاج إلى صيام يوم عرفة، وذكر أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، وهذا يوم عظيم لا يوجد لمثله، ولهذا ينبغي استغلاله. وهو أيضا صائم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصائم دعوة لا ترد، فإذا اشتغل وهو صائم بذكر الله وقراءة القرآن والدعاء كان له نصيب من هذا الفضل. وقد كان بعض السلف في العصر الأول يستغلون يوم عرفة في الدعاء ويسمونه التعريف، ولكنه لم يكن على الشكل الجماعي، وإنما كل إنسان يجتهد أن ينال من بركة هذا اليوم. بركة الدعاء والذكر، بركة القرب من رب العالمين، بركة استغلال الوقت فيما ينفع. الله تعالى يشرع هذه الفرص ليستفيد منها عباده وليتقربوا إليه، وهو غني عنهم وهم فقراء إليه. يقول جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هذا الكريم الذي شرع لنا عبادته لا يوجد أكرم منه. طيب فضلتكم يجعل أصبر. طيب. يجعل الحسنة بعشر أمثالها. والسيئة سيئة واحدة. الحسنة لا تمحى. لا يمحاها إلا الشرك. السيئة تمحى بالتوبة وبالاستغفار وبالحسنة بعدها وبالمصائب وبرحمة رب العالمين. كرم لا يوجد. يقول الله تعالى في بيان كرمه في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. ومن أتاني يمشي أتيته أهرولة. إن تذكر إخوتي في الله المحاورة التي دارت بين إبليس ورب العالمين،
إبليس يقول لرب العالمين لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، نعم. ويقول الله له وأنا لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. نعم. 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 فضيلتكم، يعني ربما هو سؤالي الأخير حول وفيه جزء من الفتية أو الفتوى بالنسبة لعرفات مكانيا وزمنيا، هل الحاج الذي يأتي من بيته مباشرة قبل صلاة الظهر مطالب بأن يبقى في عرفات حتى صلاة المغرب أو قبلها؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، هل كل عرفات موقف؟ أما أنها موقف فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعرفة كلها، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. نعم، بطن عرنة هو نمرة مجاورة لعرفة. بطن عرنة اللي هي وادي عرفة. الوادي. نعم. وادي عرنة غير عرفة. ولذلك عرفة الآن يعني محددة بحدود واضحة معروفة يقرأها كل ويراها كل أحد ويقرأها كل قارئ. فعرفة محددة. نعم. وهي متسعة. ليست مثل منى تضيق بالناس. نعم. لا. نعم. عرفة لا تضيق. نعم. متسعة مهما كان. نعم. ثم أيضا منى يحتاج مبيت. نعم. عرفة مرور يكفي. نعم. حتى صلاة مرور. نعم. إذا مر الإنسان مع عرفة بليل أو نهار فإن ذلك يجعله قد وقف بعرفة. وإن نعم. كان بعض العلماء يقول وهو قول قوي أن من وقف بعرفة في النهار وانصرف منها قبل الغروب يجب عليه دم، لأنه لا بد أن يجمع في وقوفه بين الليل والنهار أو الليل فقط. يعني الأفضل النهار فقط ما ينفع. الأفضل فضلتك الأفضل أن يقف حتى تغرب الشمس. نعم. لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والسلام. الذي رسم لنا خطة الحج وقف في عرفة حتى غربت الشمس. نعم. ثم دفع وكان ينادي لأصحابه الذين دفعوا السكينة السكينة. نعم. ها؟ وكان صلى الله عليه وسلم يمشي العنق. نعم. يعني المشي الجيد. نعم. فإذا وجد فرجة نص أسرع. نعم. شكرا جزيلا. نعم. جزاكم الله خيرا على وجودكم معنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يضع ذلك في ميزان حسناتكم وأن يبارك فيكم وفي عمركم. فضيلة الشيخ عبد الله المطلق، شكرا جزيلا. وأنا أشكرك وأشكر الإخوة الذين قاموا بإخراج هذا البرنامج، وأشكر إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، زملائي في النافذة، زميلي أحمد، أعود إليك بعد هذا اللقاء مع فضيلة الدكتور عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة الفتوى بالمملكة العربية السعودية. إليك أحمد. شكرا جزيلا زميل مصطفى عاشور، ومنك أعود لضيف الاستوديو الداعية الإسلامي الدكتور بدر الدين عثمان، لعلها تكون خاتمة لهذا اللقاء دكتور بدر فيما يخص يوم عرفة. كنا حتى أثناء التوقف نتحدث عن مواقف السلف والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، ماذا تقول؟ أقول بالله التوفيق، كان السلف لهم أحوال. حكيم بن حزام كان يأتي بمئة من الإبل وبمئة من البقر ويأتي بعبيد له كسر فيعتق الجميع ويذبح وينحر لله عز وجل، فيضج الناس بالبكاء والدعاء قائلين يا الله هذا عبدك أعتق عبيده فاعتقنا يا رب من النار. وقال عبد الله بن المبارك أتيت الفضيل بن عياض فكان جاثيا على ركبتيه باكيا، قال فسألته وهو يبكي إلى غروب الشمس، قال من أسوأ الناس حالا في هذا المكان؟ قال الذي يظن أن الله لن يغفر له. وبكر المزني ومحمد بن عبد الله الشخير أيضا وقف، فكان أحدهما يقول ما أعظمه من موقف لولا أني فيه، وكان الآخر يقول يعني إن الله تبارك وتعالى، يعني واحد قال واسو أتاه يا رب وإن غفرت لي يا سبحان الله، فكان يقول أحدهم لا تردهم يا رب من أجلي، والثاني يقول ما أشرفه من موقف وأرجاه لأهله لولا أني فيه. رفعوا الأكف وأرسلوا الدعوات
وتجردوا لله في عرفات، شعثا تجللهم سحائب رحمة، غبرا يفيض النور في القسمات، وكأن أجنحة الملائك عانقت أرواحهم بالبر والطاعات، فتنزلت بين الضلوع سكينة علوية موصولة النفحات، وتصاعدت أنفاسهم مشبوبة وجدا يسيل بواكف العبرات، هذه ضيوفك يا إلهي تبتغي عفوا وترجو سابغ البركات، وفدوا إلى أبواب جودك خشعا وتزاحموا في مهبط الرحمات، فاقبل إله العرش كل ضراعة وامحو الذنوب وكفر الزلات وكفر الزلات. كذلك من لطائف حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة 63 بدنة، طبعا جاء بمئة لكنه نحر بيده الشريفة 63 بدنة، وكانت الإبل تتسابق كل منها يغدم رقبته للنبي صلى الله عليه وسلم لتظفر بنحرة شريفة من يد طاهرة شريفة. لقد أدركت النوق أن الموت له طعم إذا كان من يد النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة التي لم تتلطخ بدم ولم تسفك دما ولم تتلطخ بالجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت وقف بعرفات وسكب العبرات وتوجه إلى رب البريات وجاء بالحلاق طبعا بعد ذلك ليحلقه صلى الله عليه وسلم، فحلق له نصف الشعر، فأتى بأحد الأصحاب أعطاه نصف شعراته صلى الله عليه وسلم طلحة، ثم نصف الشعرات أعطاها لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، فإذا بالصحابة يتقاتلون كل منهم يريد أن يظفر بشعرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يا محب المصطفى زد صبابة وضمخ لسان الذكر منك بطيبه، ولا تعبأ بالمبطلين فإنما علامة حب الله حب حبيبه. إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حادية، أسير خلف ركاب النجب ذا عرج مؤملا كشف ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرجي، وإن قعدت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرجي، كأنني برسول الله مرتديا ملابس الطهر بين الناس كالقمر، نور وعن جانبيه من صحابته فيالق وألوف الناس بالأثر، ساروا برفقة أزكى مهجة درجت وخير مشتمل ثوبا ومؤتزر، مرنما بجلال الحق تغلبه دموعه مثل وبل العارض المطر، يمضي ينادي خذوا عني مناسككم لعل هذا ختام العهد والعمر، وقام في عرفات الله ممتطيا قصواءه يا له من موقف النظر. أسأل الله تعالى أن يبلغني وإياك والمشاهدين حج بيته الحرام وأن يختم لنا بخير، إنه سميع مجيب. جزاكم الله خيرا دكتور بدر الدين عثمان الداعية الإسلامي، أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء الممتع. تسلم. مشاهدين الكرام ما زلنا معكم، نذهب الآن إلى فاصل قصير، ألتقيكم بعده والجزء الثاني من نافذة الليلة ونتابع في الملف المصري. مشروع قانون لتحصين قرارات لجنة إدارة أموال ما توصف بالجماعات الإرهابية من الطعن أمام القضاء الإداري وتخويلها سلطة التحفظ على الأموال وليس مجرد التجميل، ومراقبون يؤكدون عدم دستورية المشروع.